الفازة في الفاكهة هذيك عطتك اللي تلمو تتعلم كل شيء وحدك، اللي خرجتك نجم تعمل كل شيء. هذيك الفازة دحفونا. دونك انا اسمي نادي ديجا 25 عام، متخرج من ليزام تويك الشقيقه يتفرجوا فيها انتوما، وبعد مشيت خداتكم على غزمه، مشيت للوزان في منوبه غاديك، قريت عملت ماستر. انا سبيسياليتي نتاعي سي لانتيليجونس ارتيفيسيل، تو جو سوي ان فورماتور مع انفيديا، جو سوي ان اكسبير افيك جوجل، وباقي الوقت هاني نعرف في جو المتروكات تيمينو سليمان كاهيه بسيسه الله يرحمها، والجو العام تاع ليزام، خاصة الجو العام تاع العباد تاع الكلوبات تاع الشبيبة، تحسوا الليسي صغرون، عرفتك يخرجوا الناس الكل تلموا كل فيك الساحة هذيك، وتقعد تاكل بعضها بالحس، الناس الكل تكره بعضها، تعمل جو وبعد ترجع تقرا في الكلاسات وتقعد هكا 3 سنين، أحسن بريود عديتها وقتها. والله اخترت ليزام على خاطر الجماعة اللي جبتهم قبل في الفيديو اللي هما لوجاي وسامي، اختي كانوا الاصدقاء دون لو طون، هما كانوا في ليزام، دونك جيت نحط في الليسته، قلت والله اسمعني عندي بلاصه فارغه، برك نحط ليزام، وما كاين تكنبص لي، نمشي نعمل جو مع جماعة نعرفهم. يا اخي خطفت لي في ليزام، اللي هو ماهوش بخمي شوا، باغي مسلسل سوي، ماهوش بخمي شوا، اخر شوا عندي ليزام، سيتيام بلاس يذولي حاجه هكاك، في قلب غلطه، ما يبدو لي احسن غلطه صارت. حبيت نقرا في فيزيك اون فيت ام بي بريبا في الانسات، كنتش نحط بريبا ويت، بعد الحمد لله جاني انسان من عاش من جاي حكى معايا 3 دقائق، ما لقيتوش حياتي الكل، قال لي عندكم صعبات باش تقعد 4 سوايع على بوتيتا، قلت له لا، قال لي تحط بريبا، قلت له الله يبارك، احسن حاجه عملتها في حياتي، من عاش وينك كما بي اون فيت فرحت كي مشيت ليزام. الفازة في الفاك هذيك عطتك اللي تلمو تتعلم كل شيء وحدك، اللي خرجتك نجم تعمل كل شيء، هذيك الفازة دحفونا. الجو العام تاع برشا عباد قراهم في اخر الدنيا، دوك لازم نعملوا جو مع بعضنا، متاخذين مع بعضنا، الفريدم اللي عندنا في الفاك هذيك باش تعمل اللي تحب انت، هذيك الخلطة بين ديزاين وديفلوبمون وخرم، هذيك الفيت اللي معروف هي على الجو نتاعها، افيكو ساكخي ميكس تحفون على الاخر شخت عليه، يخليك تترى شوية من كل شيء، اي خليك اون بليس تو بو اسيي دي شوز مع قرايتك. هذا بك بدي نحكي عجمات ليسانس وماستر، مش حكي عجمات الانجينيوري. على قد ما العباد يحبوا ينبروا يقولوا لي اي عاونتني، علاش؟ على خاطر لا بارتي نتاع التيوري الكل هذيك اللي كرهوها العباد، اللي قراهو لي هذاك الكل لي باز الكل مع الطرف كود هذاك اللي بعد تعلمه بطبيعتك في الفي بروفيسيونيل، مع الكوتي ارتستيك ديزاين وفيديو وديو كل اونيت ما عرفتني، خاطر بحكم اللي خليت لي انا من بعد كي نمشي جو بريزونت في المرشي نتاع الترافاي مش الحوت، لقيت روحي نجم نعمل برشا حاجات، ولقيت العباد شيخين عليا مع تيزومبلويور شيخين، خاطر جو بو اتر في برشا حاجات، دونك سا كري فالور اكثر من غير اللي متخرج بنفس الطريقه. با فريمون، يمكن مره زوز تحت في حاجه مونتاني معناتها في الحاجه تاع ميسيون تاع يكون جمعتين ثلاثه ولا شهر، وين يافي كيلكو باغ جميع ميليزام وي. ليه اي 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 نسيت اي في انستا ديب، انستا ديب عندنا فرع كامل تاع منوبه غاديك يا جماعه، مرحبا بكم، وعندنا 4 بليزام ديجا، اي واحد مشى لكندا مع 4 بليزام غاديك، اي 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 تعرفوني يحبونا راه برشا، خاطر انا فدلاكه مش كيما العباد الاخرين. اي حلبتها سنه، السيمستر الاول تاع عاميلو دخلت في كلوبات تاع ليزام الكل، السيمستر الثاني تاع عاميلو دخلت في كلوبات تاع منوبه ولينسات، عام الثاني وليت انا شاد كلوب تاع نت لينكس ليزام كان ذكروه كان مشي على روحه هذاك، كنت شادي بريزيدون، وكنت وقتها مومبر فاتور تاع كلوب اندرويد ليزام، وكنت مومبر سامبل حقير في جون انجينيور. من بعد في التروازيام وين طحنا نفلحوا ونخدم برشا برشا ستي في برا ليزام على نيفو اسوسيون ولا اعلى، فهمت؟ مي اكثر حاجه اللي خليت بالحق اللي خلتني انا يعني ننصح للتو العباد في ليزام سي الفي اسوسيتيف اللي فيها، خاطر تلمو عندك ما تعمل غاديك وتلمو يا بوكو شوز انتريسون تبني لك شخصيتك بكدي بكدي، خاصة مع العباد ما تحملهمش اللي هما برشا. اي على خاطر انا وقت دون البريود اللي كنت فيها سالت عايش مع انجينيور انتربريز ديجا، وحكيوا لي على الريكويرمنتس الكل، وانا ما كنت بخلي برشا باش نعملها خاطر عندي لينكس، مي اي اذا كنت توا دخلت ليزام من لي كلوب اللي ندخلوا لهم خاطر مش مجموعه اللي يشد على واحد برك، سا سوغي اوراندا جونيور انتربريز، وسورتو ننصحكم كيفاش تعملوا العام الثاني نتاعكم هكاك، الاول باش تتعلم، دونك الاول برا كل شيء، كي تحب تشد حاجه يمكن في الدوزيام اني سورتو، خاطر يحضرك للخدمه من بعد، يحضرك كيفاش تحكي مع كليونات، يحضرك كيفاش تعمل فيونس معناتها نيفو دو ترافاي ميليو حقاني،
اوكي بروميير اني مزق قاعد تكتشف كما شي محط شيء دونك شو تدخل غادي كي باش تعمل دوكو ادخل في كل شيء على مكلوب باش تاخذ فكره باش تعرف كيف تحكي مع عباد عاديين كيفك دوزيام اني وين سي بون بديت اكواليت السوشيال سكيلز تدخل في الهارد سكيلز غادي جو بونس لا ميور بيريود تدخل فيها الاوراندا جونيور انتربريز سورتو باش تشد معناتها منصب ولا تخدم في حاجه مش جوست تجي كيك سامبل فيلاجوا وكذا بزلاب وهما في لو عام العملية دخلنا لو ندمنا عليها باللي راهو دوبلو أربع عباد في عامي في سمستر تاعي برك من جهة اللوغارو سيبوا ابعدوا ابعدوك الكوان هذاك اللي ها تحت الاسكالية ما غاديك ولا وراه لونفي بالله ولا الكوان اللي يزملوا أحسن سوفنير عندي في ليزام هما برشا ما جو ديغي ولا جو ديغي أحسن سوفنير سي ليزام ككل معناتها اول عوام عندك في الفاك مزلت ماكش فاهم حتى شيء مزلت جاي من الليسي وين كل شيء يقول لك شنو تعمل واضح برينغ بتاعك ما عندكش حتى تخمين في ما عندك خم في شيء ومن بعد كي تخرج وتدخل تخدم تكره روحك خاطر النهار الكل يتعاود خدمه 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 تمشي في الويكاند فرد وكل حتى كي تو عندك بريود كيما انا مثلا تو كونسلتون دونك عندي الوقت اللي حاب عليه باش نعمل فيه كل شيء مش نفسه دونك الاحسن حاجه سيتي لا بيريود بيدها نتاع 3 سنين في ليزام في ان انفيرونمون وين تنجم تعمل تحبتي وتشيخ دونك اذا كانك مزكي تاو دخلت الفاك ومزت جديد في الحكايه بالله الشيخ تاو الشيخ على الاخر خاطر من بعد تشكر روحك كي تدخل تخدم بعد الجو اللي عندك تاو حتى اون روبو هكا مع بين ما تقاهوش اي سورتو 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 كلو فريستو راوك ال 200 فرانك الدجاج يضرب ب 200 فرانك هذاك والياغورت تضرب ب 200 فرانك البروتيين تضرب ب 200 فرانك هذاك راه متقاه في حتى بلاصه اخرى كي مش ترينا تاو وقت الانترينمون تاعك 3 سنين هذوما كان باش تاكل غادي دايوغ انا عندي ريكور نتاع منوبه راه في عوام تاعي زوز سبع بلاتوات في عامي الثاني ثمانيه بلاتوات في عامي الثالث في الفطور في نهار فرد فطور سبع بلاتوات بالخبز تاعهم بالمرقه نتاعهم بالياغورت تاعهم بالدجاج نتاعهم حاجه حبيت تبدل في الليزام برشا سيتي حكيت التوقيت العشوائي اللي كان فما نتاع تقرا حتى 6 ونص تاع الليل وعادي لاخر مترو تلقى 6 درجين تخش تنبك الليل غاديك حاضر البراكاج معناتها في طبق فما حكايه الاوقات زاده كيفاش الاغلاد داخله بعضها تقرا سبت عشيه تقرا حد شو اسمه تقرا حد في الصباح مرات ما مصيرش فلك حاسين التوقيت العشوائي اللي يهلكنا على خاطر تنجمش تمشي مثلا اربع عشيه عبيت كنت تعمل ايفينمونات تمشي معاهم لا تقرا خاطر عندك ريزو العشيه في الاربع مثلا ديوكو نحبوا ريزو باي ذا واي التوقيت العشوائي هذاك كان خايب ياسر خاطر يهلك ياسر بون ميم طون عندنا نهارات كلها ما نقراهمش دونك كوميم تحفوني هذوك اي سورتو في الاخر سيبورت الاداره الكلوبيت اونيتمون على قد ما خدمنا وكل تعبنا برشا في الحكايه هذيك دوكو انا دو في حكايات اللي ما تصيرش توصلنا نضيعوا برشا نعملوا برشا دي ريسك خايبين باش نوصلوا نجحوا ليزيفينمون نتاعنا دوك لو سيبور نتاع الفاك الكلوبيت مالوغوزمون موجود مي ناقص ولا موجود مي ناقص لازم نعملوا برشا ايفور من عندنا احنا اوكو فينال ما نذكروا غيرمون كان العباد وبروفيت اللي عملوا معنا الخير وقتها ونذكروا كل الاوقات اللي عشناهم بكدي هذوكم بعد يخلينا نحكيوا على الفاكيت نتاعنا وقولوا كيفاش تحبوا نرجعوا وكيفاش كان تعرفونا وريكومونديو عباد دونك سي حاجه هذه للاداره للباقي كتلام هذوكم انا تويك كونسلتون في الماشين ليرنينغ وداتا ساينس بالتحديد جو سوي ان فورماتور مع انفيديا تويك في الانتيليجنس ارتيفيسيال جو سوي اوسي ان فورماتور وحدي كي دون دي كور فوالا للي يحب كوتي اي اي كل نخدم كيما مع البرا مخش مع تويسا باي ذا واي اي اوسي ا بار سا جو في دو لا ريشيرش في الانتيليجنس ارتيفيسيال دونك الفات عملت ريشيرش طبي شي باش نعمل ديجا ان دكتوراه نتاعي باش نكمل فيها ما كنتش متخيل روحي باش ندخل لاتي اصلا قلب غلطه دخلت لاتي يا شباب ما ياخذ 12 في الباك باهي ما لقيتش على روحي دونك اخر شوا لافورماتيك باهي حتى شيتور حبيت السمس الاول كل شعري طويل الهوني اللي ذكرني واحده هاواي الكيستي كبير قد سقط شت شعري هكا كعكل تيلي مانيش نقرا جمله ونلعب باسكيت مع سامي دايو اهلا سامي جيت لول في كلاس من وقتها قلت والله مش خايبه الافورماتيك نقعد نعيش هكا ونجي لول في كلاس من بعد وين دخلت نقرا في السمستر الثاني بالكدا وتحت لوف بالدومين تاع الافورماتيك ومن بعديك من غادي نقلت من غادي غادي لا ما كنتش نتخيل اللي باش نخدم مع شركات كيما نقول في بالي باش نولي معاهم في استاد اخر مش تو ما وصلت بكري وجوز جمله عليها اللي خليك غيمون توصل غاديك سي من الاخر الحارس ما ريكومونداسيون اللي هما جماعه اللي تبش تعرفوا عليهم في 3 سنين هذوما بالله تعرفوا على برشا عباد خاطر اللي وصلني لجوجل توا كانت ريكومونداسيون ضئيله كانت من عند بريزيدون تاع كلوب نتاعنا لينكس دون لو تون اللي هي بدات الحكايه كله توا وصلني لجوجل كلها ريكومونداسيون هي تصوروا لي
كرهت سوفت وير ديفلوبمنت ب هوني فما مسكونسبشن تاع انت اذا كانك اي تي او انفورماتيك لازم تكون ديفلوبر لا فما 2000 خدمه في ليست الاي تي ومش بضروره تكون ان سوفت وير ديفلوبر سينو ما تكون حتى شيء انا خدمت ويب عملت عام ونص ولا عامين ويب ساعه وبعديك مشيت عملت الاي اي وفي لي دو كوديت وكرهت روحي في الكود خاطرني عبد حاب نحكي مع عباد اخرين وحاب نكون كومونيك نحب ديما فما تفاد ليك انوفاسيون وحكايات وستيغا في الديف نقعد كل النهار كله على البي سي ام تي ساكت نقعد جوست نديفلوبي ونديبوغي وخر مذاك وحتى العباد اللي معايا ديو تمام مركزين غاسيونيل جوست تفاد لك معاهم برشا تو دوكو انا ما قيتش روحي في السوفت وير ديفلوبمنت ماهوش جوي دوكو ترانزيسيونيت دوك انا وقت كوتي ديف وقت كنت مع كيكو فريلانس من الاول مع دي كوكينج سبيس وبعد وقت مشيت لجو ماي كود كوتي ويب وبعد مشيت للانستا دي في كوتي اي وفاب سكيل وبون ابخي بعد شويه افيك اورانج وي مي في ذوما الكل نعمل ديف من الاول وبعد نقلب ياسر نقلب حاجه اخرى نولي انسينيمون ولا غوشيرش ولا حاجه اخرى انا سوفت وير ديفلوبر ما نحبوش برشا اونتلي نحب المانجي دي بروجي نحب نكون ارشيتيكت دونك نعمل ديزاين اي كونسبسيون تاع السيستم اللي حاجتنا بيه ونقريها من بعد ماكش مضطر تكون ان ديفلوبر ولا ان جرافيك ديزاينر ولا حاجه يعني تكنيك نجم تكون حاجه اخرين في نفس الدومين نتاعك ما honestly I would say period قبل في الادوكاسيون مع جي ام سي وقت اول ما عملنا سيستم تاع ادوكاسيون كامل بازي غراف دونك في عود ما عندك سلايدز معناتها عاديه تمشي من سلايد لسلايد الناس الكل صار سيستم كامل نتاع كيفاش لي نود تاع كل سلايد تقرا نود وحده في وسط الجراف والجراف هذاك من بعد يعمل ابديت الويتس نتاعو كيما الديب لورنينغ تاعك مثلا باش يعطيك احسن سلايدز تنجم تقراهم بارابور كور نتاعك دونك هذا سيتي البروجي اللي شخت عليه علاش شخت عليه خاطر امباكت العباد اللي قرات عليهم بعد نومبر دو بيرسون يقراو بيه وشيخوا عليه كان حال طياره وانا حاب على امباكت معناتها غيالمون ميم سي جي او دو بروجي افونسي اكثر تكنيكمون مي انا نحب فريمون الحاجه نعملها ما تقعدش مطيشه في جيت هاب ريبو ولا كيكو بار في رابور نحب الحاجه اللي عملتها هذيك تكون بات اوتيل للعباد دونك اي وود سي كو هذا اللي انا كثير واحد شيخ عليه ليت سي مش افونسي تكنيكمون مي كوتي امباكت بالعباد اللي بعد استغلوها وشيخوا عليها قلب غلط الوغ فسالك كنت كيف كنت دونك كنت في جوماي كود قبل وانا كنت شاد الويب وبختي مني في قلبي هنايا نحب كي نقري عباد نقريهم على قاعده صحيحه دونك يعرفوا فاش يفهموا الحكايه وقت فما فورماسيون صارت نتاع ماشين ليرنينغ ما صارتش كيما حبيتها معناتها مش انا عملتها سيتي ان كوليغا عملها مي وقتها يافي تيلمون بوكو دو بيرسون وبرشا حس وعشيه افتر ورك وكل دو فاصون برشا عباد ملي جاو ما سمعوش مليح ما فهموش كي استغال كل كوليغ ما خدش يفسر بكدا دونك يزرب خاطر برشا عباد تو دونك برشا عباد جاو وما عجبتهمش الحكايه وراحوا ما شيء دوكو قلت بلي خلينا نجرب مره اخرى خلينا نجرب انا مره هذه الحكايه نتاع تاليا ونجرب نعطي كار على الحكايه جرب جمع من زمان لي اي جمع من زمان قيت شويه عملت فورماسيون وقتها اول فورماسيون تقاعد جا على اليوتيوب اللي مش فاهم حتى شايف اش قاعد نحكي مي ان توكا شخت تعليم من وقتها جي ايمي وقتها اللي ديمت انه نجم تعمل ان بروجي في حاجه ما تفهمهاش جمله اذا كان عندك ذا رايت ديتا والخدمه كلها على دي موديل اخرين مش انت دونك فما انت تعمل اللوجيك نتاع كودك الكل جوست لما الديتا اللي مسحقها وهو دبر راسه يفهم اللوجيك شخت على ليدي هذايا انا واحد من الناس من بعد كي قعدت ندخل فيها بشويه هالدومين بديت نحبها بشويه جوست كاسر شخت عليها في اخر عام تاع الماستر نتاعي عملت ماستر دو ريشيرش في الانجونس ارتيفيسيال اما هاولي ضحك ما عملتوش خاطر نحب ليا عملت خاطر حاب نعمل بي اتش دي بعديك ونقري وقتها ويب ما برشا دكتور ريشيرش فيه مشيت في حاجه اللي العباد ما تفهمها دوموند وهايب عليها اللي هي الاي اي في البريود هذيك دونك دخلت نعمل في ماستر ريشيرش في الاي اي وانا ما شم شيء من الاي اي ابارك الجمعه هذيك دابا من 13 بعد خذ كتبت 300 باش عمري ما عملتها في حياتي فهمت الاي اي من وقتها سي بون من وقتها وين شخت عليه الدومين هذاك و تصدم ديريكت اما سورتو لي بور فير سا الجماعه اللي حابوا يوصلوا نفس الحكايه لازمك تكون ما حبش نقول خيشه اما لازم تكون حاضر باش تتاكي وتفك الفرص وقتها سي با فاسيل وتو اتعص بياسر باش تلقى فرص في تونس هنا في الاي اي دو بون نيفو لازمك تمشي تصدم من دقبه شبيبان واش لازمك ما غير ما نطول برشا عليكم فما عندي شين يوتيوب فيها اسمها تونس اي اي حبلاش فيها دونك الكرات وخرم الكل اللي عملها بالاي مجاوب بالتونسي وعندي ليسا كيف نتاع احسن شين يوتيوب واللي كتب وكل تحب عليه انت في الانترنت تنجم تتابعهم كلهم بلاش دونك ما غير نطول عليكم نعطيكم الاعلانات بالاي اعطيهم للجميع يتفرجوا فيها بلاش ها باش يقول لكم ادخلوا اورندا باش نحكي لك جوجل ماشين ليرنينج بروفيشنال انجينير
سيبوزي ساعتي من زمان عديت 12 ساعة نعدي فيه. الجيد نتاعهم قريته قلت اوه ساهل يحكي على ماشين ليرنينغ. جاني ربع نتاعو على سيرفيس اي اي نتاع جوجل بالتحديد. هذاك نحالي ولديا. دي 9 تاع الليل كملت من غدوة ل 11 الصباح. علاش؟ خاطر الكونيكسيون تاعنا في تونس. فهمت؟ تلمون طيارة وبرشا عباد يعديو. اللي ما بين سلايد وسلايد كامل كليك سنة دقيقة ونص. دونك انت احسب 120 سلايد كل كليك تضرب دقيقه ونص وفما مرات انت بلانت الجمله وانت في هذيك ما عندكش حق تقوم من بلاستيك تمشي تجيب ماكله ما عندكش حق تهبط راسك باش ترتاح راسك عملت هكا قال لي حل عينيك خاطر مش كنت تفرش فيك ما عندك حتى تعمل حتى شيء تخيلها الهندي اللي تفرش فيا تعب فبالك انا وخذيتها ومش فين كيف خذيتها واخا ما خذيتها هذاك اصاب واحد سيكولوجيكمون وتكنيكمون خاطر بحق طلع كيصح اخذ فديك مش فديك كيصح فما عمل بلوك بوست كيفاش تاخذ سيرتيفيكاسيون ليان عند جماعه تاخذوا بلاش مريم تدخلوا ادخلوا به تعرفونين بداو بك تفهم ماتير تفسرها اصحابك قبل بدرجم تدخل اكزاما في البيبليوتيك تاع ليزا ومن بعد من اللي لقيت لي سافا انا نفسر الخمس عبيت جا نفسر العشر عبيت دوك نجرب نفسر الكلاس كامله دوك عملنا قصنا بعضنا جو واحد يفهم ماتير بكدي فسرها الطاوله كامله في البيبليوتيك هك من بعد قلت اسمعني بدي مع 10 عباد 10 عباد نورمال كلوبيت يعملوا فورماسيون ب 10 عباد دوك شملت ويت مشيت للكلوب الكلوبيت اللي يعملوا فورماسيون قلت برا خلينا نجرب نعمل فازا غاديك مع بديت ومن بعد فما فورماسيون الاول بعد انا دخلت الفورماسيون فهمت نفورمي العباد اللي من بعد الممبر جدد ومن غادي كي بديت مع من صحابي الكلاسي الكلوب صغرون بعد فورماسيون تاع كلوب اكبر شويه بعد في ايفينمون كبير ينتخو مثلا وركشوب بعد في ايفينمون كبير يعطاوك ميكرو قالك احكي تعرف تحكي كم صرت لي وقت فيها بشويه بشويه تمشي تطلع بشويه بشويه تلقى روحك بعد في نيفو نتاع تعمل ايفينمون كبير نيفو نتاع سونتر دو فورماسيون نيفو نتاع شركه وين تفرمي عباد امن فاهمين نيفو نتاع شو اسمه نتاع تعمل فيديو يوتيوب دونك ما قلقكش العباد يحكيوا عليك حتى توصل بعد نيفو نتاع تقري في الفاك بريتاتيك وبريفي وتوصل بعد فورماسيون اللي تولي تفرمي مع انفيديا وجوجل وجماعه هذوك دونك بديت بجماعه صغار ثبت معاهم اللي جاوي بيه كل مره تمشي تطلع بشويه 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 وهاي الفتره تحفونا العباد اللي باش تقريهم توما كي باش تقريهم بالكدا هما بيدهم بعد يحكيوا لاصحابهم هذاك يعرف يقري ولا هذيك تعرف تقري دوكو يعيطوا لك في حيط من بعد خاطر عندك ريبيتاسيون تحفونا نتاع تعرف تقري وتعرف اش تعمل وكي تعرفش تقول لا هذاك اللي جاب لي كل شيء غير ما كلها باغوكومونداسيون بعد دخلت بروفيسور باهي هو اون بيرسون اللي ساعه فاهم لو دونس نتاعو معناتها بروفيسور باهي هو عابد اللي يعرف غيلمون شنو المهم في الكور نتاعو وشنو المطلوب معناتها باش يوصل غيلمون خاطر مش كل شيء لازم يقول لازم يتعطى ويزيد في الاودينس نتاعو خاصه خاطر انت ماكش تحكي بنفس طريقه مع دي جون مزيو كي دخلوا كيما عباد في اخر نهار مبيلين كيما عباد يعني جا عارفين بروفيسيونيل مستانس زعتيني كيما جا وكهاو كيما عباد اللي تحب توصل بالك معاه دونك قوت ان بروفيسور باهي لازم يفهم الاودينس نتاعو شكون ويحط روحه في بلاصتهم ويقول كان انا جيت تو في بلاصتهم شنو هي احسن طريقه باش نفهم شو هما لي زيكزامبل نستعملهم مثلا ولا شنو هي تيب ديكسيس نعطيه لهم ولا وقتاش نقسم ولا مع شكون نقسم العباد حتى انت الكلام نتاعك تقوله يكون اب تو ديت فما دي شوي وين فريمون سي باس معناتها كي نحكيو كوتي فاك دونك فما مرات وين عندك الكوريكولوم تطبعو مي الفرق سي كيفاش تعطيك الكوريكولوم ميساج اعطي سلايدز كل كيما جاي مي كيفاش تعطي في كلاس باش تحبب العباد انا اللي حببني فيه غيرمون اللي في كل خطر حبوني فيه ديفيد جمال نتاع سي اس فيفتي حببني في كمبيوتر ساينس جوش جوردن ولورنس مولوني حبوني في الماشين ليرنينغ خاطر كيفاش يحكيو نمسين طاقه نفس الحكايه عند عباد اخرين دونك سي اتس اباوت ذات كيفاش توصل المعلومه على العباد قد عمرو سايلتا هكا طول 5 سنين باهي هذا 5 سنين باهي أغزلي الاي تي ريتك الاورديناتور ريتك التليفون اللي الكل تلعب به هذاك ريت كل ما هو هكا تتحلو تشارجي فيه هكا كله هذاك كله اي تي هذاك كل تكنولوجيا راهي اداه تتشارج بالضوء تخدم بالضوء تسمح لنا باش نعملوا برشا حاجات تعفونين مثلا تفرج في يوتيوب اي مثلا تفرج في التلفزه تلعب لعب هذاك كله تكنولوجيا دونك التكنولوجيا اذا كانت تعلمها لازم تعمل لعب نتاعك لازم تصنع كل شيء تخيل هكا تخيل باتمان هكا يدور على حصان والحصان يولي عنده نيترو هكا تاع كهرباء ومن بعد تطرشق هذيك تلقى روحك رئيس تاع دونس تخيلها لازم تعملها هذيك تكنولوجيا باهي مريقل برا ايد بك قلت لك ما تلعب في لعبه ولا الكودينغ هما كجماعه اللي على حيطهم تولى هكا اللي قاعدين على الاورديناتور هما اللي صنعوا اللعبه دوك الكودينغ يسمعك باش تصنع اللعبه نتاعك
وتسمح لك باش تصنع مثلا التابليت هذه اسمها تابليت وتصنع مثلا الحكايه اللي في يدك معشني هذه مجموعه جينيراسيون جديده ما نفهمش فيكم دوك الكودينغ هو اللي يسمح باش تعمل اللعبه ذيك. الذكاء الاصطناعي بالعربيه هو غريت مجموعه الكوديو هكا هذه فازة اخرى اللي نجم يكوديو بها باش يردوا اللي تصنع فيه أذكى وأذكى وحده. مثلا نعطيك مثال هذاك حد يصبك في النار يا اخي وجعتك يا اخي ما عادش تحط صبك في النار من وقتها به اسكو تحط صبك في النار مره جايه صحيت. هو ذكاء اصطناعي نوع من الكودينغ يعملوه يبدا يمشي يجرب حاجات وكي يجرب كان عجبته الحكايه كنت تعرفون خذي حلوه ولا حاجه ذاك الكلب ذاك ماكس كي يعمل فازة تعطيه حلوه يقول لك اوه بعد يتعلمها بالضبط وكي تعيط تعطيه تضربه مش يولي ما عادش عملها هكاك بالضبط اما يديقوا هكا يكوديو عبيد عندهم لحيه دوك هو يجرب ويتعلم وكي يلقى حتى حفونه يكمل فيها كان اللي عملها خايب عيطت عليه امه مثلا في الاورديناتور ولا حاجه يقول لك ليه ما نعاودش فهمت كيما صحيح كيما تعمل بالضبط كيما كي دخلت في الحيط اخر مره قلت اه توجع ما عادش ندخل في الحيط صحيت هكاك بالضبط اما في التكنولوجيا. ريت في الكليب اللي عند عمي محمود ما عنده ثلاث سنوات كليب ولا اي مو كلهم كليب ولا هم نوع منهم اسمه هوسكي نوع منها مثلا كذيك الكبيره اللي بعتك عليا هذاك انا عش اسمه فما انواع كيف الديب ليرنينغ هو نوع نتاع ذكاء اصطناعي فما برشا انواع صحيت كيما الغرفه والفرقيت اي دونك الديب ليرنينغ هو النوع هو اذكى نوع المعلم نتاع الذكاء الاصطناعي يتكلم في الكليب فما كلب اذكى من الكلب اخر صحيت كيما باتمان اي دوك ديب ليرنينغ هو باتمان نتاع الذكاء الاصطناعي فما برشا فما سوبرمان باتمان وكل هذا ذكي فيهم هذا قالك كي تعطيه تصويره يطلع لك شفاه التصويره ذيك تعطيه هذا الصوت تقول له انت صوت نتاع شكون يقول لك هذا صوت نتاع مهدي قاعد يطيح في دروش صحيت اكزاكتومون دوك ديب ليرنينغ هو النوع نتاع الذكاء الاصطناعي اللي هو ينجم يتعلم وحده كيف كنت صحيت برك تعلم بعيد عليا توا غاديك هاي صحيت هاي شو مدخل سويل هذا في الانترفيو هذا يا بلجي توا انا تعلمت توا مزك بالاسئله الخايبين نتاعك برك مش كون كتب سؤال جابون ولا تركيا برا السم انا قول انا اللي كتبت سؤال وسامحني انا كتبت سؤال وسامحوني ولا اخي ما ربي يهديك الحمد لله مع سما صغار الحمد لله معناتها اوكي صحيح نبرنا مالي خلينا نجاوب على العباد اللي تطبوا فينا بالرسمي خلي سي حاجه من الحاجات سافا با اتر لافونيغ كيما الاي مش لافونيغ نتاع التكنولوجيا بلوك تشين اي اي كوانتوم سايبر سيكيورتي جافا لطف كلهم راهم هذوما سون دي بارتي راهم من الاي تي معناتها سافا با اتر لافونيغ سافا اتر مثلا لافونيغ نتاع بارتي دابليكاسيون في الفينانس ولا كات تيب دو باز دوني وي مي فما حد شيء شكون هو كل شيء نتاع بعض بلدي دادا داتا ساينس اند بلوك تشين كان وك توجذر داتا ساينس اند اي او تي كان وك توجذر داتا اي او تي بلوك تشين كل شيء يخدم بعض اسمعني كل شيء يخدم بعض اوكي كل شيء يجي مع كل شيء اما في شنو وقديش وفي نجم نستعملوه هو اللي يفرق اما بتبيع داتا ساينس مع بلوك تشين يجي بس اللي تحب انت اتس ديبيندز كيفاش تستعملها مي كل شيء يجي يس شي رأي في ميتافيرس والله ميتافيرس برجولية هايب تحفون تاع برشا فلوس اش تعملها توا في شويه وقت كيما اي حكايه اخرى سي طريقه باش تبامبي برشا فلوس في شويه وقت اونستلي من الاخر سجلت ان اسباس ديجيتال باش تحط فيه كل شيء من بعد دونك توا اللي قاعد يصير كيما هو كيما ان اف تي من الاخر سي ترند قاعده تصير تويكا باش تضخ فيها لو ماكسيموم تاع فلوس اي سورتو باش العباد اللي ما عندهاش صحاب واللي هو ما عندهمش يعني انفيرومون تحفون ينجموا يلبسوا كاسكا ويقراوها في عالم اخر محليه على الاخر يبعدوا من المشاكل اللي عندهم الكل فهمت وينساهم ردوا بيكم راهو فخ شيخ روحك دبر فلوس ابني فيه شيخ روحك اما رد بيك تكون كونسوماتور نتاعها هاردكور راهو فخ راهو باش تروح لغاديك كي دروك باش تحطها كمحليه باش تنحي كاسك مخيبه الدنيا ترجع غاديك كونسوماتور لي برودكتور دخل فلوس شيخ روحك عملت زاد ارتيكل بلوك بوست زاد هذيك مليان فيه بعث له مليان تاع جوجل اما نصيحه للشباب يحب يكونوا بهين اغزلي نحن تكنولوجيا والاي تي والديب ليرنينغ والبلوك تشين والداتا ساينس اللي تحب انت الكل نهار كنا قاعدين فيه على البيسيت نتاعنا يا يعني منجو يا يعني كودي ويا يعني راهم في ديزاين اللي هو ولا به ولكن اصعب هذاك الكل غيرمون
كريكروتور يجيب لك تكنيكال انترفيو حتى في جوجل، ولا كليون باش تبعث له انت خدمتك من بعد، ولا اللي هو راهو عبد انسان كيفك باهي، يمكن انت ازين شويه. اما لازم تعرف انه جست كن باهي تكنيكمون ماهوش اناف باش يوصلك للنيفوات الاعلى بالكل. اوكي يوصلك جاوك باهي، ولكن كما تعاش تحكي مع عباد اخرين ولا كي عبد يحكي معك وتنرفز عليه وتحب تحكي كان ناسيونال، مش وصلك النيفوات العاليه بالكل. اوكي لازم تفهم اللي وراك الاورديناتور وراك الكمبيوتر ما غادي كي يقول بابا، فما عبد ساخت عبد كبير وتلقاه مثلا معاهوش فادليك برشا، مي عبد دوك يحس الكليون تاعك راهو عبد، الجماعه الكل وراها التكنولوجيا كل راهم عباد. دونك لازم تتعلم تحكي مع عباد، لازم تتعلم تعامل بتو مع عباد اخرين باش لا يزي تكون باهي تكنيكمون، مي لا يزي العباد يحبوك انت كانسان مش كان تكنيك، وذاك يسمحك باش تدخل للنيفو العالين. خاطر سينو باش يقعد يعيط لك انت كجوست امبلوي سامبل ولا كفريلانسر، معناتها ما حبش يرمضلك في حاجه اخرين. اما كان تكون انت تحفون ياسر في علاقتك مع العباد والعباد يحبوك ويحبوا يتبعوك ويخدموا معاك، هذيك تسمح لك باش حتى كان ناقص تكنيكمون ولا ناقصه تكنيكمون تلقى روحك في نيفوات اعلى من العباد الاخرين خير منك تكنيكمون، خاطر سامبلومون انت تعرف تحكي تعرف تتعامل مع عباد اخرين، تنجم تخدم في اكيبا إيه العباد يحبوك. اوكي دونك هيك اهم حاجه. ودايوغ كيما قلت بكريكا ما وصلت من الليسي وما حبش نعمل انتر، ما حبش نعمل اي تي جمله في بريود ليسي، الى نخدم مع انفيديا ونقري مع انفيديا وعامل جامر مع جوجل توا في ميم با يعني 5-7 سنين، سيتي الحكايه هذه خاطر نركز برشا مع كابيتال ايما ونحب ياسر العباد، وذاك اش خلى واحد يركومونديني من بعد والاخر ريكومونديني من بعد الاخر ريكومونديني من بعد، وقاعدين باغ ريكومونداسيون ريكومونداسيون لين وصلت للتوا لين انا في توا. دونك ركزوا برشا في الحكايه هذيك، تكنيك تحفو ياسر، مي كوميم خذوا وقت اخرجوا شويه تاتش ذا جراس كيما قال لك تاع ديسكورد، احكيوا مع عباد احكيوا مع عائلتكم احكيوا مع عباد اكبر منكم، عارفوا كيفاش تعاملوا مع عباد اخرين. عندي ليسه تاع كتب زاده تقافل معاهم تيوك جماعه اولندا مغاديكا، ليش مش الا ما تدخلوا في الاكيب. باركو كي تدخلوا في اولندا جونيور انتربريز ننصحكم تعملوها.